لحتى نتعرف أكثر على تفاصيل المهرجان اللي فتح بوابته أمام الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية والفنية وفعاليات بمجالات متعددة. هذا الشيء طبعا بجهود شباب بصمة صدد. أكيد لحتى نحكي أكثر على المهرجان بنسخته الثانية، معنا من محافظة حمص علاء السبع، مسؤول الدائرة الثقافية في بصمة شباب صدد. صباح الخير، صباح نور، اهلا وسهلا يسعد جدا. صباحك وصباح كل أهالي حمص. صباح الورد يا ميت، اهلا وسهلا بقناتكم الكريمة. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك بشكل أوسع على الجديد بمهرجان صداد بعامه الثاني بعد فترة انقطاع دامت أكثر من سنة. الجديد عندنا اولا نحن بمهرجاننا عم نرجع نعيد احياء الثقافي والحياه لبلدنا سوريا ولبلدتنا صداد بعد ما انا 6 سنين او 7 سنين حرب وازمه. عم نرجع نحكي دماء الشهداء ما راحت هدف، راحت لحتى نحن نرجع نحافظ على حياتنا. جديدنا السنه كان ببعض النشاطات والوجوه الجديده المشاركه معنا بمهرجاننا، بالاضافه انه نحن عملنا فعاليات تناسب كل اهالي البلدي وكل الاعمار من الاطفال حتى الشيوخ الكبار والسن. نعم، كمان خلينا نحكي أكثر عن الشباب بصمة صدد طبعا يلي بجهودهم بدأ المهرجان فعالياته. خبرونا كيف حضرتوا للمهرجان لهذا العام، شو يلي حافظتوا على تقديمه من خلال هذا المهرجان؟ بصمة شباب صدد كانت انطلاقة المهرجان على السنة الماضية كأول تجربة إعادة إحيائه. حاولنا نحن السنة نجدد بالمهرجان ونجدد بالفكر تبع المهرجان يلي هو مثل ما حكينا انه استمرار الحياة والارتباط بالارض. نحن في عنا كثير شباب واهالي من سوريا غادرت، نحن بهاي المهرجان هذا عم نرجع للشباب هاي ترجع على البلد تشوف انه الحياة لساتها مستمرة هون. انطلع العمل بداية بالتنسيق للمرة الثانية بين الوزارة وبين الكنيسة. السنة كان انطلاقتنا بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ونشكر كثير سيادة الوزير محمد الأحمد على دعمه اللي كثير كبير كان للمهرجان، ونستقر أيضا مع مطرانية حمص وحماة وطرطوس للسريال الأرثوذكس. بعد ما انتهى التنسيق بدأ العمل على الأرض، شبابنا جهزت النشاطات المشاركين والحضور، وبالإضافة لإتمام العمل بأيام المهرجان على أرض الواقع بتجهيز الصالات، بتجهيز المسرح في مكانه التقليدي اللي له رمزية خاصة عند أهالي صدد. وانطلقنا بالعمل وشبابنا وصبايانا متابعين العمل خطوة بخطوة، مستنفرين على مدار 24 ساعة لحتى ننجح العمل هذا. نعم، يعني يمكن شفنا شوي بالتقرير السابق عن بعض الأنشطة يلي رصدتها الكاميرا خلال الانطلاقة. خلينا نعرف أبرز الأنشطة المستمرة واللي بيتضمنها المهرجان لا نهايته. المعرض عندنا هو فكرة معرض الصناعات والشركات السورية. نحن وجود مدينة حسيان صناعية قريبة من بلدتنا، حبينا نضوي شوي على الصناعة السورية اللي ما أخذت كثير حقها بالإعلام. شاركنا بالمعرض بعدة معامل، المنتجات اللي غطت المعرض قدموا كمان عروض أسعار. عملنا كمان جديد حديقة اللي هي دعم لمواهب بعض الشركات بمجال الديكور. عندنا كمان محاضرة صحية اللي كمان ظلت مستمرة على طول فترة المهرجان، بالإضافة للأمسيات الثقافية والفنية اللي كل اللي في المهرجان في أمسية بساحة البلدة لحتى ننشر هيك هالفرح شوي بأوجه أهالي البلد. نعم، أكيد نشكرك أستاذ علاء على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. طبعا كنت معنا عبر الهاتف من محافظة حمص، قائمين على المهرجان وعلى كل شخص عم بيساهم طبعا بإعادة الحياة الفن الثقافي لسوريا. شكرا لك، شكرا لحضرتك.